الدكتورة بشري شلون حالتها؟ انت تقربلها؟ انا رفيجتها من عمر. عندها انهيار عصبي، هو اللي خلاها تقع بالمنظر ده. اي انا اللي عارفه ان هي عندها مشاكل نفسية وقاعدة تتعالج. عندها ملف في الطب النفسي؟ لا بس تتعالج بعيادات خاصة. ولا بتاخد ادوية معينة انت تعرفيها؟ والله هي ما تتكلم عن مرضها فما ادري، بس انا اللي اشوف ان هي قادرة تعيش حياتها وعادي وتشتغل. للأسف هنضطر نخليها معانا النهاردة تحت الملاحظة. تقدري حضرتك تستلميها بكرة الصبح ان شاء الله. خلاص ان شاء الله، يعطيك العافية دكتورة. الله الله يا يمه يا حلوها ويا حلو طلعتها وسوالفها وضحكتها. الله الله يا يمه، استانست وايد صدقني يا يمه. 20 سنة رجعتني هالطلعة هذه مع بنيتي. الله يهنيك يا يمه ويفرح قلبك ويبلغك فيها وتشوفها عروس ان شاء الله. إلهي آمين إلهي آمين. زين يمه إذا بغت تزوج وفاء يخطبونها من منو؟ مني ولا من فهد؟ يخطبونها منك أنت أبوها، البنت تنخطب من أبوها. يا يمه ما أعتقد سعاد ترضى. ما عليك من سعاد، ما تقدر تسوي شيء. وإذا حاولت أنا بوقف بويها هي وفهد. الله كريم يا يمه، الله يوفقها إن شاء الله ويجرب نصيبها. أنا يا يمه ما راح أرتاح وأطمئن إلا لما أزوجها اللي يستاهلها. إن شاء الله يا يمه، الله يفرح قلبك فيها ويبلغني فيها وأشوفها عروس وأرقص بعرسها يعني قبل لا أموت. صلى يطول بعمرك يا يمه ويحفظك. الله يسلمك يمه. يمه انت للحين تعبان؟ لا لا يمه انا احسن وايد. اي بس الرجفه ما راحت من ايدك، انت ما تاخذ دواك؟ ما تبين صدق، انا طلعالي ونسيتني ونسيت دواي ونسيت كل شيء. الله يحفظك يمه. على اني كرهته وحقت عليه الا انه كان قادر بكلمه واحده بس يبدل مشاعري كلها. كان حمد الشخص الوحيد اللي قدر يتحكم بمزاجي ومشاعري وكل ما فيني. بعد يما انت شلون تدشين علي من غير ما تطقين الباب؟ ما فهمت. انت وين كنتي اليوم؟ طلعت اتعشى واغير جو وبالمره ادش سينما. ليش في شيء؟ مع يوسف. أنا مو قلت لك لا تطلعين معاه قدام الناس؟ ولا أنا ما أشوف فيها شيء. أنت تعانديني ولا شنو؟ لا ما عاند، بس أنا ما أسوي شيء وأنا مو مقتنعة فيه. أنا ما يهم تقتنعين ولا لا، أنا يهمني تنفذين الكلام اللي أقول لك عليه. تعش على كيفك، داشة طالعة لا حسيب ولا رقيب. هاي أصحي، مو على كيفك. اللي أقوله راح يمشي، فاهمة ولا لا؟ لا. حمد شنو شعورك تجاهي الحين؟ ما راح اقول لك شعوري. راح ادزلك لينك من يوتيوب بس ما بيش تبطلينها الحين اول ما تركبين السياره. ابيك تسمعين الاغنيه، هذا شعوري بالضبط. اوكي يلا قوم قومي تاخرنا، انت وراك حصه وانا بروح الكافيه عندي عمال. اي بس حمد متعصب عليهم شوي شوي. ليش شايفتني صارخ عليهم؟ اي مرات. يلا قومي. انزين بسألك سؤال وبكلمك يعني بموضوع، إذا ما عجبك عادي نقدر نغيره. تبي تعرفين ايش صار مع عليم صح؟ صح. دفعت لها فلوس. كم؟ والله دفعت لها وايد، 50,000.
لاصج؟ أمي حرام، ليش ما اشتكيت عليها بالمخفر؟ أنت تدري إن الابتزاز جريمة؟ وأنا لما تهاوشت معاك وسكرت التلفون كنت رايح المخفر علشان أشتكي، بس قبل لا أوصل بخمس دقايق اتصلت علي، قالت أنت رايح تشتكي علي؟ أنا انصدمت، تعرف شلون عرفت؟ قالت تدري أنا ويني؟ أنت وينك؟ قالت لي أنا عند مرتك بالدوام، هي تبي تخرب بيتي. أمي إيش كثر حقيرة هالإنسانة صراحة. ما علي ما علي، أنت شاك فيني للحين؟ لا أنا مو شاك فيك، أنا لو شاك فيك كان ما قعدت معك. أنا بس أبيك تديرين بالك من صديقاتك. أكيد أنا لما تهاوشت معك أنت رحت قلتي حق واحدة فيها، وهالوحدة راحت قالت حق ريم. أنا يعني اللي بيننا أبي يكون سر، أنا ريال متزوج ما أبي يخترب بيتي. يعني هالمرة عدت، ثاني مرة ما راح تعدي. صح. إن شاء الله. أمشي؟ عندك شيء ثاني بعد؟ لا. تأخرنا. أنا صدق كنت خايفة إنك توافقين، وكنت حاطة إيدي على قلبي، ما توقعتك أصلاً توافقين أو إنك تتجاوزين هذا الموقف. صراحة صدمتي كياني. شك أصدمك؟ أحبه ويحبني ويا تمرت عليه بيتنا وخطبتني، شنو تبيني أسوي؟ ما وافق؟ شكو ما وافق؟ ومنو هذا الدنجوان زمانه اللي مسويت لنا كل هاللوية عليه؟ عندك صورته؟ سوري، هذه أشياء خاصة، بعدين ما عندي صورة وريت إياها. اشتو اشوفك وريتي وفاء، اشمعنا احنا لا؟ ايه المهم انا معاك بكل اللي قاعد تقولينه، اهم شيء سعادتك، والمفروض الحين انت تطمنين وايد ان مرته بنفسها جت وخطبتك. بس ها بقول لك شغله، مو ياخذك الشوق وتحبينه وتغارين عليه من مرته، خافي ربك فيه وفيها. ها ترى انت اللي داشه حياتهم. لا تحاتين، انا انسانه حريصه وراح احرص عليها وعلى حقها اكثر منها. بالله بذمتكم في مره صاحيه ترضى تخطب حق ريلها إلا إذا كانت يا كارهته يا ما بينهم إلا عيال. صح، يعني الحين لو ضاري يا وقالتش خطبي لي راح تخطبي له؟ أنت إيش فيك شنو هالكلام؟ لا طبعا راح أتركه قبل إيه هاليوم. أوكي. شنو أوكي؟